السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي أنا عاملة الفيديو ده هوت على روح ماما، والله يرحمها ويرحم أموات المسلمين جميعا يا رب. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية، وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اجعل ذريتها سترا بينها وبين نار جهنم. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعو لها بالخير إلى يوم الدين. اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها. اللهم اسقيها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرب هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. وتعالوا معانا كده حبايبي نقرأ مع بعض كده سورة الإخلاص وسورة الفرق وسورة الناس صدقة جارية على روحها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها. آمين يا رب العالمين. نعم. ده كده حبايبي منشور بنزله على الفيس على طول، عشان يعني على بتبقى صدقة جارية كده على روح ماما، فبلاقي ناس كتير يعني بتترحم عليها. يا ترى انا لما ننزل الفيديو ده هتلاقي اللي يترحم على امي؟ يعني شايفين؟ شايفين التعليقات؟ لسه في ناس بتكتب اهيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حنان الوراكي أم ندى وفتحي.